الظهير الأيمن فهد العتيبي، الظهير الأيسر عبد العزيز نور. والآن بدأت ضربة البداية لمصلحة فريق الطائي. ملعوبة الكرة إلى الخلف، سنذكر إن شاء الله بإذن الله التشكيلة الخاصة بفريق النهضة، وسيكون معكم في الوصف والتعليق فهد بن مطلق العنزي، متمنيا أن نشاهد مباراة جميلة تليق بسمعة الفريقين الكبيرين. والكرة الآن ملعوبة من الشمراني، منقولة في الجهة اليمنى، انطلاقة حاضرة لمصلحة فريق النهضة. أكمل ما كنت أتحدث عنه بالنسبة لتشكيلة فريق النهضة، تحدثنا وصلنا عند فهد حزام الظهير الأيمن، الظهير الأيسر عبد العزيز نور، المحاور حامد فلاتة، سلطان عقيلي، نواف الشويعر، أسعد علي في الظهير في الجناح الأيمن، ومصعب رضا في الجناح الأيسر، وموسى العمودي في المقدمة. والكرة الآن تصل لمصلحة نواف العتيبي. إذن انطلاقة شوط المباراة الأول في هذه الجولة، الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. يوم البارحة أقيمت، يوم أمس أقيمت مجموعة بين من المباريات، سنذكرها لكم إن شاء الله لاحقا. والآن هنا خطأ لمصلحة فريق الطائي للاعب دانيال في اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية والخطأ اللي ارتكبه في اللقطة الماضية لاعب فريق النهضة. والكرة الآن منقولة لمصلحة فريق الطائي. الشمراني يلعب الكرة إلى الأمام إلى الجهة اليسرى، الانطلاق الحاضرة تصل إلى إسماعيل، أو يحاول المرور جونيور، يحاول التعدية، كرة ملعوبة، جول جول أول يأتي لفريق الطائي. الحرابي عبد العزيز الحرابي يسجل الهدف الأول في الدقائق الأولى والثواني الأولى تقريبا، في الدقيقة الأولى و 58 ثانية يأتي الهدف الأول لمصلحة فريق الطائي عن طريق عبد العزيز الحرابي بكرة جميلة ورائعة كانت من جونيور الصناعة، ثم بعد ذلك التوقيع الأخير من الحرابي. واحد الطائي، الطائي يبدأ المباراة بداية قوية للغاية، وها هو يسجل، يستطيع تسجيل الهدف الأول. هذه الكرة الماضية والصناعة الفنية الجميلة، ثم بعد ذلك اللمسة الأخيرة من الحرابي جونيور، استقبل الكرة ثم وجهها بشكل جميل ورائع، ثم اللمسة الأخيرة كانت من عبد العزيز الحرابي في الدقيقة الأولى و 58 ثانية، يأتي الهدف الأول لمصلحة فريق النهضة، لمصلحة فريق الطائي. واحد الطائي لا شيء، فريق النهضة في الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول من اللي يجمع بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. والكرة الآن منقولة، عادت لمصلحة فريق الطائي في منتصف الملعب، نقلات متواصلة تصل إلى الأمام، جونيور يلعبها أمامية ملعوبة إلى الشنقيطي، يحاول المرور ولكن الكرة طالت على الشنقيطي في اللقطة الماضية وإلى خارج الملعب، رمية جانبية. طبعا طاقم تحكيم المباراة اليوم الطائي على طول بدأ بداية قوية، ولم يسعفنا بأن نذكر لكم طاقم تحكيم مباراة اليوم المتكون من حكم الساحة رايد الزهراني، والمساعد الأول عبد الله المداد، والمساعد الثاني عبد محمد الونيان، والحكم الرابع سلطان العكيري. هذا فيما يتعلق بطاقم تحكيم مباراة اليوم. وهذه الكرة الماضية اللي كانت عند محمد الشنقيطي وطالت على محمد الشنقيطي وكانت رمية جانبية. منقول الكرة الآن لمصلحة فريق النهضة، أمامية ملعوبة ولكنها مقطوعة، عادت مرة أخرى للطائي في منتصف الملعب إلى الجهة اليسرى، تطول الكرة الماضية على لاعب فريق الطائي عبد الإله البريه، الجناح الأيسر في اللقطة الماضية، وإلى رمية جانبية ملعوبة، إلى رمية جانبية تلعب لمصلحة فريق النهضة في منتصف الملعب. منقول الكرة الآن للمنتصف، تعود إلى الخلف لمصلحة الطائي في الجهة اليمنى، الرهيب ينقل الكرة يلعبها أمامية ملعوبة ولكن إلى خارج الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة فريق
النهضة تنفذ الرمية الجانبية منقولة ملعوبة إعادتها إلى الخلف. الكرة الآن تصل إلى هشام عباس، هشام عباس يعيدها إلى نواف العتيبي، نواف العتيبي يلعبها إلى عون السلولي، عون يلعبها إلى نواف مرة ثانية إلى هشام عباس، كرات متناقلة بين لاعبي فريق النهضة، والكرة الآن إلى خارج الملعب رمية جانبية لمصلحة فريق الطائي. تنفذ الرمية الجانبية للطائي، تصل عند إسماعيل، إسماعيل إلى حسن الشمراني، إلى الشمري، منصور في الجهة اليسرى، منصور ينقلها أمامية ملعوبة، التغطية الدفاعية الأسبق لمصلحة فريق النهضة، تعود الكرة بكل سهولة إلى مصلحة سعد الصالح حارس فريق الطائي. سعد الصالح ينقل الكرة إلى الشمراني أو إلى إسماعيل كواكا، إسماعيل كواكا نقلها أمامية ملعوبة إلى الأمام إلى الجهة اليمنى، الانطلاقة الحاضرة الآن للشمري، ملعوبة الكرة أمامية والعرضية الملعوبة الآن لمصلحة فريق الطائي في الجهة اليسرى، ولكن طالت الكرة الماضية أو الكرة الآن لمصلحة فريق النهضة. ملعوبة الكرة الآن عند عون السلولي لاعب فريق النهضة ومدافع فريق النهضة، عون يلعبها في الأمام في منتصف الملعب مقطوعة، عادت مرة أخرى لمصلحة فريق النهضة عند منصور لمصلحة فريق الطائي عند منصور الشمري لاعب فريق الطائي مدافع فريق الطائي، والكرة الآن إلى سعد صالح، سعد صالح يلعبها في المنتصف تعود إلى منصور الشمري في الجهة اليسرى، ينطلق منصور أمامية ملعوبة يلعبها إلى الأمام هشام مدافع فريق النهضة في اللقطة الماضية، ولكن نواف العتيبي يستطيع الحصول على الكرة، وهذه الكرة الماضية اللي يحتسب على إثرها خطأ لمصلحة لفريق أو هذه كرة الهدف عفوا، هذه كرة الهدف، إعادة كرة الهدف الأول اللي جاء عن طريق اللاعب عبد العزيز الحرابي في الدقيقة الأولى و 58 ثانية، جاء الهدف الأول لمصلحة فريق النهضة لمصلحة فريق الطائي. كرة ملعوبة الآن منقولة في الجهة اليمنى، كرات متناقلة لفريق الطائي في الجهة اليسرى، جونيور حاول في اللقطة الماضية. الفريقان الكبيران فريق الطائي وفريق النهضة، كم مرة التقى الفريقان ومن الفريق الأكثر فوزا خلال لقاءات تاريخ الفريقين؟ طبعا هذه الكرة الآن ملعوبة أمامية منقولة، تغطية دفاعية من الشمراني، التخليص بشكل سريع، الكرة الآن في الجهة اليمنى لمصلحة فريق الطائي، تلعب الكرة إلى الأمام هشام يستطيع الحصول على الكرة، أمامية ملعوبة منقولة لمصلحة فريق النهضة في منتصف الملعب، الكرة تعود مرة أخرى إلى الطائي في الجهة اليمنى، كرات متناقلة عند لاعبي فريق الطائي، تصل عند قائد الفريق الشمراني، الشمراني يلعبها إلى الجهة اليسرى، ولكن الكرة إلى خارج الملعب وإلى رمية جانبية لمصلحة فريق النهضة. فهد حزام على تنفيذ الرمية الجانبية لفريق النهضة، واضح بجانب حمود الصيعري في اللقطة الماضية مدرب فريق النهضة. الكرة الآن منقولة ملعوبة، عادت مرة أخرى لمصلحة الشمري، عبد الإله ماشي في الكرة، كرات متناقلة للاعبي فريق الطائي، الطائي كرة الآن ملعوبة إلى الأمام، ولكن الكرة تصل بكل سهولة عند دفاعات فريق النهضة. كنت أتحدث عن اللقاءات اللي جمعت بين الفريقين، كم مرة التقى الفريقين؟ طبعا هذا اللقاء هو 37 اللي يجمع بين الفريقين، والكرة الآن ملعوبة لمصلحة فريق النهضة أمامية ملعوبة إلى الأمام، ولكن سعد صالح يستطيع الحصول على الكرة بكل سهولة في اللقطة الماضية، استطاع الحصول على الكرة، وهناك أحد لاعبي فريق الطائي يسقط على أرضية الملعب، سلامات للاعب فريق الطائي اللي متواجد الآن على قام بالسلامة إن شاء الله، اللي هو اللاعب رقم 26 اللي كان على أرضية الملعب في اللقطة الماضية، إسماعيل كواكا كان في على أرضية الملعب وإن شاء الله يقوم بالسلامة، وقام الحمد لله بالسلامة إسماعيل كواكا. واضح معك حمود الصيعري مدرب فريق النهضة، والحديث الجانبي مع عبد العزيز نور والتوجيهات المستمرة، هذه اللقطة الماضية اللي سقط على إثرها إسماعيل كواكا في اللقطة الماضية.
طبعا الفريق هذا واضح معك محمد الكوكي التونسي مدرب فريق الطائي. هذا اللقاء اللي يجمع بين الفريقين هو 36 لقاء جمعت الفريقين قبل هذا اللقاء. فاز الطائي ب 11 لقاء بينما فاز النهضة ب 15 لقاء، و 11 لقاء انتهت بالتعادل. سجل خلال لقاءات الفريقين 70 هدف، كان نصيب الطائي 40 هدف، والرمية الجانبية تنفذ وإعادتها لفريق الطائي إلى سعيد صالح. سجل فريق الطائي ذكرت لكم 70 هدف بين وسجل خلال لقاءات الفريقين. الكرة الآن ملعوبة منقولة، جول! أسعد الجزيري، أسعد علي الجزيري يأتي بهدف التعديل. جول 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 نهضاوي في الدقيقة 11 من شوط المباراة الأول، هدف التعديل يأتي عن طريق أسعد علي الجزيري، يستطيع تسجيل الهدف الأول لفريق النهضة. مباريات الطائي والنهضة مباريات مثيرة للغاية وجميلة ورائعة بين الطرفين، وهذه الكرة الماضية واللمسة الأخيرة الجميلة من أسعد علي في اللقطة الماضية. أسعد علي الجزيري استطاع تعديل النتيجة وتسجيل الهدف الأول لفريق النهضة. 1-1 في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. سعد الكرة الآن عند فريق النهضة لفريق الطائي. سعد الصالح لعبها أمامية ملعوبة منقولة إلى الشنقيطي، ماشي في الكرة، الشنقيطي يحاول المرور، يحاول التعدية، طالت على الشنقيطي وخرجت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى لمصلحة فريق النهضة. كنا نتحدث عن الأهداف اللي سجلت خلال لقاءات الفريقين، قلنا 70، اليوم أصبحت 72 هدف سجل. في السابق كان نصيب فريق الطائي 40 هدف والنهضة 30 هدف. إذن هذه الإحصائية الخاصة بلقاءات الفريقين، فريق النهضة أو فريق الطائي وفريق النهضة، والكرة تصل عند حسن الشمراني، نقلها الشمراني، لعبها أمامية إلى الأمام إلى رمية جانبية الآن تنفذ لمصلحة فريق النهضة في الجهة اليسرى لانطلاق الحاضرة والكرات المتناقلة. مصعب رضا يحاول المرور، يجد مضايقة دفاعية، الكرة تصل عند عبد الله البريه ينقلها إلى الجهة اليسرى الآن إلى الشنقيطي، ماشي في الكرة، الشنقيطي يحاول المرور، يلعبها إلى إسماعيل في الأمام، إسماعيل يحاول التعدية، يجد مضايقة دفاعية، حكم المباراة رائد الزهراني يقول كمل اللعب، ما في شيء في اللقطة الماضية. ملعوب الكرة الآن منقولة، عادت إلى البريه في الجانب الأيسر، والكرة الآن تعود لمصلحة فريق النهضة في منتصف الملعب، تلعب الكرة، محاولات نهضوية حاضرة الآن من قبل هشام عباس في اللقطة، والكرة الآن تعود مرة أخرى لفريق لدانيال لاعب فريق الطائي. دانيال يلعبها أمامية إلى الأمام، ولكن التغطية الدفاعية الحاضرة لمصلحة فريق النهضة. أمامية كرة ملعوبة إلى الأمام إلى الجهة اليمنى، ولكن سعد الصالح يستطيع التقاط الكرة بكل سهولة، والكرة الآن تلعب متناقلة بين لاعبي فريق الطائي. دانيال ينقلها إلى الجهة اليسرى الانطلاقة الحاضرة، الحرابي صاحب الهدف ماشي في الكرة يحاول المرور، ولكن يستطيع الحصول على خطأ. 14 دقيقة، 1-1 الآن هي نتيجة فريق الطائي والنهضة، المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان، والكرة الآن منقولة لمصلحة فريق الطائي وإلى خارج الملعب الآن، رمية جانبية، خلص الكرة الماضية لاعب فريق النهضة في اللقطة الماضية، خلص إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الطائي، تنفذ الرمية الجانبية عند منصور الشمري، الشمري في المنتصف ينقلها إلى الشمراني، الشمراني يلعبها إلى إسماعيل
في الجهة اليمنى، عادت مرة أخرى إلى الشمراني، إلى الشمري، إلى دانيال أمورا في الجهة اليسرى، دانيال في المنتصف، منقولة، كرات متناقلة عند الحرابي، الحرابي يلعب أمامية، هل تصل إلى جونيور؟ وصلت إلى جونيور ولكن كان يقع في المصيدة في اللقطة الماضية. لاعب فريق في اللقطة الماضية لاعب فريق النهض، اللاعب فريق الطائي، واللاعب الخطير جدا في اللقطة الماضية لاعب فريق الطائي. وقع في الموقع تسلل الكرة الآن عند عون السلولي. عون نقل الكرة إلى الجهة اليسرى، منقول الكرة الآن لمصلحة فريق عادت إلى جونيور. هذه اللقطة الماضية اللي لعبها اللي كان اللي جانب من اللقطات المهمة في المباراة، والكرة الآن تعود مرة أخرى لمصلحة فريق الطائي في الجهة اليمنى، ملعوبة إلى دانيال، دانيال يحاول المرور، يحاول التعدية، يجد مضايقة دفاعية في اللقطة الماضية من قبل نواف الشويعر، نواف الشويعر التقط الكرة والكرة عادت إلى الطائي في الجهة اليسرى لمصلحة الحرابي، الحرابي ينقلها في الجهة اليمنى، انطلاقة الحاضرة الآن أمامية ملعوبة إلى الأمام، عادت لمصلحة النهضة في منتصف الملعب، تنقل أمامية إلى الأمام في الجهة اليسرى، الانطلاقة الحاضرة الآن لفريق النهضة، تحضير الكرة، هشام إعادتها إلى الخلف الآن في المنتصف، تعود نهضوية في منتصف الملعب، كرات متناقلة بين لاعبي فريق النهضة، إعادة الكرة عند هشام عباس، هشام عباس ينقلها إلى فهد حزام، فهد حزام ماشي في الكرة، الظهير الأيمن فهد حزام ينقلها إلى الأمام، لعبها إلى أسعد ولكن طالت على أسعد، والكرة الآن مقطوعة لمصلحة الطائي، كانت عند راشد الرهيب في اللقطة الماضية، عادت مرة أخرى إلى مصعب رضا، وهنا خطأ محتسب، السيد رايد الزهراني يحتسب خطأ لمصلحة فريق الطائي، تحديدا اللاعب عبد العزيز الحرابي في اللقطة الماضية. الكرة الآن في منتصف الملعب، منقولة أمامية إلى الأمام، الشويعر يحضر في التغطية الدفاعية لمصلحة فريق النهضة، تطول الكرة على الشويعر وإلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة فريق الطائي، رمية جانبية لمصلحة فريق الطائي، نحن على مشارف الدقيقة 18 من شوط المباراة الأول، 1-1 هي النتيجة الإيجابية حاضرة الآن، 1-1 بين فريقي الطائي وفريق النهضة في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، والكرة الآن منقولة في الجهة اليمنى، محاولة المرور لمصلحة فريق الطائي، تصل عند الشمري، الشمري يحاول، عبد الله الشمري يحاول المرور، ينقلها يلعبها إلى الحرابي، الحرابي عبد العزيز انطلق في الكرة، وهنا خطأ محتسب لمصلحة فريق الطائي، السيد رائد الزهراني يحتسب خطأ لمصلحة فريق الطائي. المباريات اللي تقام بنفس هذا التوقيت، الدرعية ونجران، الدقيقة الآن هي 38 0-0، والكوكب والحزم الدقيقة الآن هي 36، والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 0-0، والآن هنا خطأ لمصلحة فريق الطائي، وهنا توجيهات من حارس فريق النهضة نواف العتيبي، وتواجد على تنفيذ الخطأ كما هو واضح حسن الشمراني ومجموعة من اللاعبين، وهنا الحائط البشري اللي يحضر لفريق النهضة، وحكم المباراة يتحدث، أو السيد رائد الزهراني يتحدث مع لاعبي فريق النهضة لضبط الحائط البشري، وكأني أشاهد أنه اللاعب الأقرب لتنفيذ الخطأ هو إسماعيل كواكا، وممكن هو اللاعب الأقرب لتنفيذ الخطأ لفريق النهضة، لفريق الطائي، إسماعيل كواكا نفذ الخطأ، لعبها، سددها، منقول الكرة الآن في الجانب الأيمن، وهناك سقوط لأحد لاعبي فريق النهضة على أرضية الملعب، سلامات اللاعب اللي يسقط على أرضية الملعب، ودخول للفريق الطبي لمعالجة اللاعب اللي يتواجد على أرضية الملعب، سلامات، 1-1 هي النتيجة الآن، والواحد واحد خلال لقاءات الفريقين
حضرت 3 مرات خلال لقاءات الفريقين، هذه التسديدة الماضية اللي أصيب على إثرها لاعب فريق النهضة. نتمنى له الشفاء العاجل بمشيئة الله عز وجل. وقام بالسلامة لاعب فريق النهضة الآن اللي هو قائد الفريق اللي يتواجد على أرضية الملعب في اللقطة الماضية. قائد فريق النهضة في اللقطة الماضية يتواجد على أرضية الملعب اللاعب اللي هو هشام عباس قائد الفريق، وقام الآن في بالسلامة، والكرة كانت ارتطمت في هشام عباس ثم خرجت إلى خارج الملعب رمية جانبية، ولكن حكم المباراة ربما يقوم بعملية إسقاط للكرة لأن أوقف اللعب للإطمئنان على سلامة لاعب فريق النهضة في اللقطة الماضية. وهنا واضح معك راشد الرهيب اللاعب اللي كان تواجد في كان له تجربة احترافية مع نادي الاتفاق ثم بعد ذلك مع نادي الاتحاد. والآن إسقاط للكرة، السيد رائد الزهراني سيقوم بعملية الإسقاط ويتحدث مع المساعد الثاني في اللقطة الماضية اللي هو محمد. الكرة الآن ملعوبة منقولة لمصلحة فريق الطائي، دانيال حاول في اللقطة الماضية تعود إلى الجهة اليسرى إلى المحاولة الآن الحاضرة. الشنقيطي يحاول المرور، يحاول التعدية، محمد الشنقيطي يجد مضايقة دفاعية ومن قبل فهد حزام في اللقطة الماضية، والكرة إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق النهضة. ضربة مرمى لمصلحة فريق النهضة، هذه الكرة الماضية ومحاولة محمد الشنقيطي وفهد حزام كان معه في اللقطة الماضية، والآن إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق النهضة. وعلى تنفيذ ضربة المرمى عون السلولي هو من سيقوم بتنفيذ ضربة المرمى. واضح معك في اللقطة الماضية قائد فريق الطائي حسن الشمراني. والكرة الآن ملعوبة أمامية إلى الأمام في منتصف الملعب عند عبد العزيز الحرابي. الحرابي نقل الكرة في الجهة اليمنى الآن لمصلحة فريق الطائي في الجهة اليمنى. محاولات تصل إلى إسماعيل، إسماعيل يلعبها أمامية للإمام هشام. الآن تصل إلى جونيور يحاول المرور، التغطية الدفاعية من قبل في اللقطة الماضية لاعب فريق العون السلولي خلص الكرة الماضية. والكرة الآن تعود لمصلحة فريق الطائي في منتصف الملعب. الانطلاقة الحاضرة لفريق الطائي ومحاولات عند الشمري. الشمري الآن نقلها في منتصف الملعب عند عبد الله البريه في اللقطة الماضية. البريه منقولة إلى الشمري، عبد الله الشمري الآن ماشي في الكرة، عبد الله الشمري يلعبها إلى الرهيب إلى الشمري مرة أخرى. محاولات أو كانت الكرة الماضية ليست عند الرهيب، كانت عند عبد الله برهيب، عبد الله البريه في اللقطة الماضية. وهنا الكرة الآن عند فريق الطائي، عند فريق النهضة. خطأ لمصلحة فريق النهضة، هذه الكرة الماضية والخطأ المحتسب يحتسب السيد رائد الزهراني لمصلحة فريق النهضة. خطأ ينفذ الخطأ، الكرة ملعوبة منقولة أمامية إلى الأمام. محاولة الآن نهضوية ولكن البريه أو الكرة الآن مقطوعة، عادت لفريق الطائي في المنتصف. محاولات كانت الكرة عند محمد الشنقيطي والآن تصل الكرة عند عبد العزيز الحرابي. الحرابي إلى الشمراني، الشمراني نقلها الآن في الجانب الأيمن. ملعوبة أمامية إلى الأمام، الانطلاقة الحاضرة لمصلحة فريق الطائي والكرة تطول وإلى خارج الملعب رمية جانبية. واضح معك المساعد الثاني في اللقطة الماضية محمد الونيان في اللقطة الماضية. وهنا الرمية الجانبية، شرحيلي نفذ الرمية الجانبية، لعبها منقولة الآن الكرة أمامية إلى الأمام. محاولات حاضرة لمصلحة فريق الطائي وهنا خطأ محتسب وبطاقة صفراء تحضر الآن في هذه الدقائق. هي البطاقة الصفراء الأولى تحضر على إسماعيل كواكا. إسماعيل كواكا يحصل على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 24. الدقيقة 24 من شوط المباراة الأول يحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة.
هي البطاقة الصفراء الأولى اللي تشهر، والنتيجة 1-1، التعادل الإيجابي لا يزال قائم بين الفريقين. الأسبقية كانت لفريق الطائي بتسجيل الهدف الأول عن طريق عبد العزيز الحرابي في الدقيقة الأولى 58 ثانية، هدف اللي حضر لمصلحة لفريق الطائي، والتعديل أتى عن طريق أسعد الجزيري في الدقيقة 11، والآن الدقيقة 24 شهدت البطاقة الصفراء الأولى، ونحن الآن في الدقيقة 25، ولكن قبل قليل، قبل دقيقة حصل اللاعب إسماعيل كواكا على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة اللي أشهرها السيد رائد الزهراني حكم المباراة. وهنا حمود الصيعري مدرب فريق النهضة في اللقطة الماضية. الفريقان بالنسبة لفريق الطائي كم لعب مباراة وكم فاز، سنذكر لكم هذه المعلومة الخاصة بوضع فريق الطائي صائد الكبار الذي يلقب بصائد الكبار، كم مرة فاز فريق الطائي وكم لعب فريق الطائي. لعب بالنسبة لفريق الطائي لعب 26 مباراة، فاز ب 12، تعادل في 7، خسر 7 لقاءات، سجل 33 هدف، استقبل مرماه 26 هدف، نقاطه هي له في جعبة 43 نقطة، وهو في المركز الخامس. والكرة الآن ملعوبة لمصلحة فريق النهضة، تصل عند أسعد علي ماشي في الكرة، يحاول المرور، يحاول التعدية، محاولة، وهناك مضايقة دفاعية من قبل الشنقيطي، مع الشنقيطي على الخط، والكرة الآن إلى نواف الشويعر، نواف الشويعر تطم في عبد العزيز الحرابي، الحرابي إلى الشنقيطي مرة أخرى، الشنقيطي الآن الكرة تصل عند عبد الله بريه، عبد الله بريه لعبها أمامية ملعوبة إلى الأمام لمصلحة فريق النهضة، والكرة الآن التخليص الدفاعي من قبل فريق النهضة وإلى خارج الملعب رمية جانبية. واضح معك لاعب فريق الطائي اللاعب عبد الله الشمري في اللقطة الماضية. والكرة الآن عند الشمراني، الشمراني إلى منصور الشمري. كنت أتحدث عن لقاءات، تحدث عن عدد اللقاءات اللي لعبها فريق الطائي، وذكرنا لكم أنه يتواجد في المركز الخامس وفي جعبة 43 نقطة، وهنا خطأ لمصلحة فريق النهضة، وبطاقة صفراء ثانية تحضر الآن في الدقيقة 27. يا ليت تعطونا لقطة اللقطة الماضية اللي حصل عليها اللاعب فريق الطائي على البطاقة الصفراء، هذه اللقطة الماضية واللي حصل على إثرها لاعب فريق الطائي على البطاقة الصفراء اللي هو صاحب الهدف عبد العزيز الحرابي. إذن في الدقيقة 27 يحصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة طبعا، وهي للطائي، بطاقتان صفراويتان أشيرتا حتى هذه اللحظة، الأولى كانت على إسماعيل كواكا في الدقيقة 24، والآن في الدقيقة 27 تحضر البطاقة الصفراء على لاعب فريق الطائي صاحب الهدف والمحور، اللاعب اللي يلعب في مركز المحور في فريق الطائي اللاعب عبد العزيز الحرابي. كنت أتحدث عن وضعية الفريقين وذكرنا لكم وضعية فريق الطائي، بينما فريق النهضة لعب 26 مباراة، فاز في 7، تعادل في 10، خسر 9، سجل 25 هدف، استقبل 28 هدف، نقاطه هي 31 نقطة، وهو في المركز الخامس 10. الطائي في المركز الخامس و فريق النهضة في المركز الخامس 10، هذا فيما يتعلق بالأهداف التي سجلها الفريقين والنقاط التي في جعبة كل فريق. والكرة الآن ملعوبة لمصلحة فريق النهضة في الجهة اليسرى، الكرات المتناقلة عند حامد فلاتة، حامد فلاتة لاعب فريق النهضة ينقلها أمامية إلى فهد حزام، رأسية فهد حزام لعبها، وهنا التغطية الدفاعية الحاضرة من قبل البريه، اللاعب عبد الله البريه، البريه لعبها أمامية ملعوبة إلى جونيور، جونيور ماشي في الكرة يحاول افتكاك الكرة، ولكن يجد المضايقة الدفاعية من قبل حامد فلاتة في اللقطة الماضية، والخطأ الآن المحتسب على عون
السلولي لاعب فريق النهضة، وكذلك حامد فلاتة. والكرة عند منصور الشمري، تعود إلى منصور الشمري، والحكم المباراة يتحدث يقول منصور العب الكرة ثاني مرة، والكرة تصل عند حسن الشمراني لاعب فريق الطائي، عند اسماعيل كواكا، تعود إلى اسماعيل كواكا، اسماعيل كواكا يعيدها إلى سعد الصالح، سعد الصالح حارس فريق الطائي، أمامية ينقلها إلى الأمام، منقولة رأسية حاضرة من قبل اللاعب جونيور في اللقطة الماضية، وهنا الخطأ المحتسب لمصلحة حسن الشمراني في اللقطة الماضية لاعب فريق الطائي. هذه الكرة الماضية واللي يحتسب على اثرها او حكم المباراة المساعد الاول يحتسب اللاعب، كان لاعب فريق النهضة، يقع في المصيدة في اللقطة الماضية، عبد الله المداد هو المساعد الاول. والكرة الان عند فهد حزام، فهد حزام يلعبها يعيدها الى عون، عون عاد الكرة الى نواف العتيبي حارس فريق النهضة، الكرة الآن عند شرحيلي إلى عون، عون أمامية يلعبها إلى الأمام، منقولة تصل عند الشمري، منصور خلصها في اللقطة الماضية إلى الشنقيطي، محمد الشنقيطي كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة فريق النهضة. فهد حزام نفذ الرمية الجانبية إلى شرحيلي نواف، نواف في منتصف الملعب لعبها إلى قائد الفريق هشام عباس في اللقطة الماضية، والكرة الآن تصل عند جونيور، أمامية ملعوبة تصل عند عباس، هشام عباس ماشي في الكرة، قائد فريق النهضة يخلصها يلعبها إلى الأمام، منقولة أمامية، ولكن هنا التغطية الدفاعية من قبل حسن الشمراني يلعبها إلى الحرابي، الكرات الآن تصل عند لاعبي فريق الطائي في الجهة اليمنى، تصل عند حسن الشمراني، قبل ذلك عند اسماعيل كواكا، اسماعيل كواكا ربما يلعبها الى منصور الشمري، لا يتقدم الى الامام، اماميه لعبها الى عبد الله البريه، عبد الله البريه الى منصور الشمري، منصور الشمري ماشي في الكره، اماميه يلعبها الى الامام، والكره الى خارج ملعب، رميه جانبيه اصطدمت في اسعد في اللقطه الماضيه، ثم الى رميه جانبيه الى فريق الطائي، عند دانيال، دانيال في منتصف الملعب لفريق الطائي، أمامية ملعوبة إلى الأمام، والكرة تصل عند نواف العتيبي بكل سهولة، استطاع الحصول على الكرة الماضية، واثنين وثلاثين دقيقة من شوط المباراة الأول، التعادل الإيجابي لا يزال قائم بين الفريقين، فريق الطائي وفريق النهضة في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، تحديدا في مباريات الجزء الثاني من هذه الجولة، حيث أمس أقيمت مجموعة من المباريات، أمس الفيحة استطاع الانتصار على أحد بخمسة أهداف مقابل هدفين، والبكيرية خسر من الجبلين بهدفين مقابل لا شيء، والكرة الآن منقولة لمصلحة فريق النهضة، والتكليص الدفاعي في المكان المناسب من قبل الشرقيطي في اللقطة الماضية. كنت أتحدث عن نتائج مباريات الأمس اللي أقيمت في الجولة 27، البكيرية خسر من الجبلين 2-0، وعرعر وجدة التعادل الإيجابي يحضر 1-1، وهنا ضربة زاوية لمصلحة فريق النهضة، ومصعب رضا على تنفيذ ضربة الزاوية. سأكمل نتائج مباريات الأمس بعد هذه الكرة، نفذها مصعب علي، لعبها نقلها إلى أسعد، يحاول المرور أسعد ولكن يجد المضايقة الدفاعية في اللقطة الماضية، والتخليص الدفاعي السريع، والكرة تصل عند جونيور في المنتصف، جونيور يلعبها إلى الشمري، ماشي في الكرة الشمري، عبد الله يحاول المرور، يستطيع المرور، وهنا خطأ محتسب لمصلحة عبد الله الشمري في اللقطة الماضية، وبطاقة صفراء حاضرة الآن على لاعب فريق النهضة في اللقطة الماضية، يبدو لي بأن اللاعب اللي حصل على البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية لاعب فريق النهضة اللي هو اللاعب رقم هذه الكرة الماضية، و هذا الخطأ ما قبل الماضي، وهنا الخطأ الماضي اللي حصل على أثر اللاعب فريق النهضة على البطاقة الصفراء اللي هو عبد العزيز نور، عبد العزيز نور حصل على البطاقة الصفراء
الأولى للنهضة في الدقيقة 34. عندنا ثلاث بطاقات صفراء أشرت في المباراة حتى هذه اللحظة. أول بطاقة الآن تحضر للاعب فريق النهضة عبد العزيز نور، وهنا خطأ الآن لمصلحة فريق الطائي. واضح معك عبد الإله الشمري وأيضا راشد الرهيب ربما الأقرب على تنفيذ الخطأ لمصلحة فريق الطائي. نحن على مشارف الدقيقة 35، هل فريق الطائي يستطيع تسجيل الهدف الثاني؟ وهو قادر على ذلك لما يمتلك من لاعبين مميزين للغاية ونجوم كبار. الكرة الآن ملعوبة وكذلك الجانب وكذلك في الطرف الآخر بالنسبة لفريق النهضة، والكرة الآن منقولة إلى الجانب الأيسر عند دانيال، طالت على دانيال وإلى خارج ملعب رمية جانبية. دانيال أمورا طالت عليه الكرة الماضية إلى رمية جانبية، فهد حزام على تنفيذ الرمية الجانبية بالنسبة لفريق النهضة. فهد حزام هو من سيقوم بتنفيذ الرمية الجانبية. كنا نتحدث قبل لحظات عن نتائج مباريات الأمس اللي أقيمت في الجولة 27، والكرة الآن عند أسعد الجزيري، أسعد علي. الكرة مقطوعة لمصلحة الشمري، عادت مرة أخرى نهضوية في الجانب الأيمن في منتصف الملعب. الآن تصل الكرة عند كواكا إسماعيل، إسماعيل يلعبها إلى جونيور، جونيور ينقلها إلى عبد الله الشمري، وعبد الله الشمري يحصل على خطأ في اللقطة الماضية. واللي ارتكب الخطأ في اللقطة الماضية هو لاعب فريق النهضة في الكرة الماضية، قائد فريق النهضة هشام عباس في اللقطة الماضية. هذه الكرة الماضية والخطأ اللي حصل عليه عبد الله الشمري الجناح الأيمن في فريق الطائي. وهنا خطأ لفريق الطائي ربما الأقرب على تنفيذ الخطأ. دانيال مورا هو من سيقوم بتنفيذ الخطأ ويتواجد بجانب عبد الله الشمري، وأيضا من الخلف منصور الشمري، ولكن الأقرب هو إسماعيل كواكا على تنفيذ الخطأ ربما لفريق الطائي. إسماعيل كواكا على تنفيذ الخطأ لفريق الطائي، وتوجيهات مستمرة من قبل إسماعيل كواكا لزملاء للتواجد في المكان المناسب. إسماعيل نفذ إسماعيل ولكن إلى خارج الملعب. ضربة مرمى لمصلحة فريق النهضة، ضربة مرمى لمصلحة فريق النهضة. و37 دقيقة، التعادل الإيجابي لا يزال قائم بين الفريقين. تحدثنا عن نتائج مباريات الأمس ووقفنا عند مباراة، والكرة الآن ملعوبة منقولة لمصلحة فريق النهضة، ولكن التغطية الدفاعية وإلى خطأ محتسب لمصلحة فريق الطائي. الكرة تصل عند دانيال في منتصف الملعب. دانيال يحاول المرور، دانيال ينقل الكرة إلى منصور الشمري، منصور الشمري في الجانب الأيسر نقلها لعبها إلى عبد الإله، عبد الإله أمامية ملعوبة إلى الأمام إلى الجهة اليسرى إلى محمد الشنقيطي، محمد الشنقيطي كرة تطول وتخرج إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. وهنا رياضية من قبل اللاعب محمد الشنقيطي، يعتذر من اللاعب ربما فهد حزام في اللقطة الماضية. نفذت الكرة ونقلت بشكل سريع لمصلحة فريق النهضة في الجانب الأيمن. محاولة المرور في اللقطة الماضية من قبل نواف شويعر في اللقطة الماضية، والكرة الآن تصل عند راشد الرهيب، راشد الرهيب إلى عبد الله الشمري، عبد الله الشمري نقلها لعبها إلى جونيور، جونيور ماشي في الكرة يحاول المرور، الأرضية ملعوبة تصل عند منصور الشمري عند عبد الله، سددها عبد الله ولكن كرة عبد الله إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، وهنا حديث جانبي لا نحبذ أن نرى بين لاعبي فريق الطائي ولاعب فريق النهضة. وحكم المباراة يتواجد لفض ربما الاشتباك اللي قد يحصل. هذه اللقطة الماضية كرة محمد الشنقيطي وفهد حزام، وهنا كرة نواف شويعر في اللقطة الماضية، وهذه كرة عبد الله الشمري والتسديدة الجميلة والرائعة في الكرة الماضية. والسيد رائد الزهراني يتحدث مع لاعبي فريق النهضة ولاعب فريق الطائي، الآن يتحدث معهم حكم المباراة السيد نواف الزهراني.
هو من يقود مباراة اليوم، السيد نواف الزهراني اللي تواجد في مجموعة من المباريات، وأبرز المباريات اللي قاد، أو السيد رائد الزهراني، السيد رائد الزهراني أبرز المباريات اللي قادها مؤخرا. هذا واضح الحديث الآن مع قائد الفريق هشام عباس، وأيضا التحدث مع عبد الله الشمري لاعب فريق الطائي. واضح معك الآن السيد رائد الزهراني، تحدثنا لكم بأنه المباريات اللي قادها مؤخرا كانت مباراة الجبلين والشعلة اللي انتهت 0-0، قادها السيد رائد الزهراني، وكذلك مباراة في دوري الأمير محمد، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قاد مباراة الرائد والباطن اللي انتهت بفوز الباطن ب2-1، وكذلك كان حكما رابعا في مباراة الاتفاق والتعاون. وهذه الكرة الماضية واللي كانت فيها اشتراك بين نواف الشويعر وبين منصور الشمري. كنت أتحدث عن حكم مباراة رائد الزهراني، أخ من أبرز المباريات اللي قادها مباراة الاتفاق الاتفاق والتعاون كان حكما رابعا، وأيضا في مباراة أبها والفتح كان حكما رابعا، وفي مباراة الباطن والفتح كان متواجدا حكم ساحة اللي انتهت بفوز الفتح ب2-0 للفتح مقابل لا شيء للباطن. هذه أبرز المباريات اللي تواجد فيها السيد رائد الزهراني مؤخرا، أو اللقاءات اللي قادها رائد الزهراني. والكرة الآن إلى رمية جانبية عند فهد حزام لاعب فريق النهضة، لعبها كرة منقولة ملعوبة تعود إلى جونيور مرة أخرى، كرات متناقلة وإلى خارج الملعب، رمية جانبية. واضح معك محمد الكوكي في اللقطة الماضية مدرب فريق الطائي، ورمية جانبية محمد الشنقيطي على تنفيذ الرمية الجانبية، نفذها محمد الشنقيطي، لعبها إلى منصور الشمري، منصور الشمري ينقل الكرة إلى الجهة اليمنى الآن، تصل عند إسماعيل، إسماعيل إلى حسن أو حسين الشمراني، عند الشمراني، الشمراني إلى الشمري، إلى دانيال، دانيال في منتصف الملعب، الكرات المتناقلة والكرة إلى خارج ملعب، رمية جانبية لمصلحة فريق النهضة، رمية جانبية لفريق النهضة. فهد حزام على تنفيذ الرمية الجانبية، ونحن على مشارف الدقيقة 42، التعادل الإيجابي لا يزال قائم بين الفريقين، الكرة تصل عند عبد العزيز الحرابي، الحرابي نقلها إلى الشمري، عبد الله أمامية ملعوبة، الكرة تعود الآن في منتصف الملعب لمصلحة لاعبي فريق النهضة في الجهة اليسرى، الانطلاق الحاضر الآن والتحضير للكرة ومحاولات من قبل عبد العزيز نور في اللقطة الماضية، ولكن تعثر عبد العزيز، والكرة الآن في منتصف الملعب لمصلحة الطائي، تصل عند جونيور في الجهة اليسرى، جونيور يحاول المرور مع فهد حزام في اللقطة الماضية، والكرة عند الشنقيطي إلى الحرابي، الحرابي منقولة إلى الجهة اليمنى إلى إسماعيل كواكا، إسماعيل كواكا نقلها إلى جونيور، رأسية حاضرة بالشكل خاطئ من قبل جونيور في اللقطة الماضية، والكرة تعود نهضوية، عادت الآن لمصلحة الطائي، راشد الرهيب ينقلها إلى عبد الله الشمري، عبد الله الشمري ممكن يعرض في الكرة بما يفكر، عرضها لعبها إلى محمد الشنقيطي، رأسية حاضرة الآن متبادلة بين فريقي النهضة، بين فريقي الطائي، والكرة لا تزال عند لاعبي فريق الطائي في اللقطة الماضية، عبد الله البري، عبد الله البري إلى الشمراني، الشمراني إلى كواكا، إسماعيل كواكا، الكرة الآن منقولة في الجانب الأيسر لمصلحة الشنقيطي، وهذه الكرة الماضية ومحاولة عبد العزيز نور الماضية واللي كان فيها تغطية دفاعية من قبل راشد الرهيب في اللقطة الماضية، والكرة الآن إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الطائي. منصور الشمري على تنفيذ الرمية الجانبية، تنفذ الرمية الجانبية، تعود الشمري عرضها لعبها أمامية ملعوبة إلى الأمام، ولكن الكرة تصل الآن لمصلحة هذه الكرة الماضية، والمحاولة الجانب من اللقطة الماضية اللي كانت محاولة لفريق الطائي. الكرة الآن إلى رمية جانبية لمصلحة فريق النهضة،
ونحن الآن في الدقيقة 44 من شوط المباراة الأول، والتعادل الإيجابي لا يزال قائم بين فريق الطائي وفريق النهضة من الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. والكرة الآن عند حامد فلاتة، حامد فلاتة لعبها إلى الجانب الأيسر إلى هشام عباس، هشام عباس إلى حامد فلاتة، منقولة إلى عون، عون ماشي في الكرة، عون أمامية يلعبها إلى الأمام، الانطلاق الحاضر الآن لفريق، والكرة الآن مقطوعة لقبل منصور الشمري، وهنا 3 دقائق، الحكم الرابع سلطان العكيري يضيف 3 دقائق في هذه اللحظات في شوط المباراة الأول. والكرة عند جونيور، يحاول المرور، يحاول التعدية، يبحث عن زميل، نقلها أمامية ملعوبة، والكرة الآن في منتصف الملعب لمصلحة فريق النهضة في الجهة اليمنى، نواف شويعر ماشي بالكرة، يحاول المرور، نواف يبحث عن زميل، لا تزال الكرة عند نواف، ولكن الكرة مقطوعة لمصلحة الشمراني، لاعب فريق الطاي يستطيع الحصول على الكرة إلى عبد الله الشمري في الجانب الأيسر، الشمري ماشي بالكرة، عبد الله يحاول المرور، ينقلها إلى دانيال، دانيال إلى عبد الله، عبد الله مرة أخرى يحاول المرور، والكرة إلى تصدم بعد ذلك في عون السلولي في اللقطة الماضية، والكرة تصل إلى دانيال، نفذها سريع عبد الله الشمري، والكرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية الآن لمصلحة فريق الطائي، رمية جانبية لمصلحة فريق الطائي، وعلى تنفيذ الرمية الجانبية الشنقيطي، محمد الشنقيطي نفذ الرمية الجانبية، لعبها إلى جونيور، جونيور يحاول المرور، والمضايقة الدفاعية الحاضرة من عون، وعون خلص الكرة الماضية إلى رمية جانبية لمصلحة الطائي، عند محمد الشنقيطي مرة أخرى، الشنقيطي على تنفيذ الرمية الجانبية، نفذها إلى جونيور، لعبها أمامية ملعوبة، والكرة إلى خارج الملعب، ضربة زاوية لمصلحة فريق الطائي، ضربة زاوية لمصلحة فريق الطائي، هذه الكرة الماضية واللي احتسب على إثرها ضربة زاوية لفريق الطائي، وعبد الله على تنفيذ ضربة الزاوية، عبد الله الشمري هو من سيقوم بتنفيذ ضربة الزاوية لمصلحة فريق الطائي، نفذها عبد الله، لعبها الرأسية الآن ملعوبة، والكرة تصل عند دانيال، ولكن التخليص الدفاعي عند أسعد الآن في الجانب الأيمن، في الجانب الأيسر، أسعد لعب الكرة إلى الخلف، الآن كرة عند لاعبي فريق النهضة، عادت مرة أخرى إلى الطائي في الأمام، ملعوبة أمامية منقولة إلى جونيور، ولكن التغطية الدفاعية الأسبق في اللقطة الماضية، تصل الكرة عند منصور الشمري في الجانب الأيسر، منصور وماشي في الكرة الآن، يبحث عن زميل، منصور ينقلها، يلعبها إلى عبد الله الشمري، نقلها إلى عبد الله، عبد الله يلعبها أمامية ملعوبة إلى الأمام، والكرة الآن عند نواف شويعر لاعب فريق النهضة، نواف تعود إلى نواف مرة أخرى، يحاول المرور، الكرة عند عون، عون عند فهد حزام، فهد حزام ماشي في الكرة، يحاول التعدية، فهد في منتصف الملعب، الكرة الآن متناقلة عند لاعبي فريق النهضة، مقطوعة لمصلحة عبد العزيز الحرابي، الحرابي نقلها، لعبها أمامية إلى الأمام إلى جونيور، يحاول المرور، يحاول التعدية، يمكن يسدد جونيور، لعبها إلى عبد الله، عبد الله حاول البريه في اللقطة الماضية، عبد الله البريه، ولكن يقظة نواف العتيبي في المكان المناسب في اللقطة الماضية. وفي هذه اللحظات أعزائي أحبائي مشاهدي القنوات السعودية الرياضية، حكم المباراة رايد الزهراني يطلق صافرته معلنا عن نهاية شوط المباراة الأول اللي يجمع بين فريقي الطائي والنهضة، الشوط ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. أعزائي أحبائي مشاهدي القنوات السعودية الرياضية، لا تذهبوا بعيدا، سنلتقي إن شاء الله في شوط المباراة الثاني، تقبلوا تحياتي فهد بن مطلق العنزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.